طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هناخد درس جديد من دروس الجبر معانا، اللي هو الجذر التربيعي لعدد نسبي مربع كامل. قبل ما ندخل في الدرس في شوية ملاحظات عايزين نعرفها. أول حاجة إن الجذر التربيعي للعدد النسبي ألف معناه العدد الذي مربعه ألف، يعني كام في كام يديني الألف اللي تحت الجذر التربيعي. طيب، ويرمز له بالرمز الجذر التربيعي. يعني مثال على كده، لو أنا عايز أجيب الجذر التربيعي للعدد 9، كم في كم يديني 9؟ 3 في 3 يديني 9، يبقى أنا عندي الجذر التربيعي للتسعة 3. طيب، الجذر التربيعي بيحتمل شرطين، موجب أو سالب. إمتى بكتب موجب بس، وإمتى بكتب سالب بس، وإمتى بكتب موجب أو سالب؟ لو الجذر قدامه موجب فقط فأنا بكتب موجب، ولو الجذر قدامه سالب فأنا بكتب سالب، ولو الجذر قدامه موجب أو سالب فأنا بكتب موجب أو سالب. في شوية ملاحظات كمان عايزين نعرفها. أول ملحوظة معانا إن الجذر التربيعي للستاشر اتفقنا ده بالموجب، يبقى الناتج هيطلع بالموجب. كام في كام بستاشر؟ أربعة، يبقى الناتج أربعة. الملحوظة الثانية إن سالب جذر الستاشر، هنا الجذر قبليه سالب فهيطلع الناتج بالسالب فهيبقى سالب أربعة. الملحوظة الثالثة إن موجب أو سالب جذر الستاشر، طالما عندي قدام الجذر موجب أو سالب فهيتكتب قدام الناتج موجب أو سالب أربعة. الملحوظة الرابعة إن الجذر التربيعي للألف بيساوي القيمة المطلقة للألف. القيمة المطلقة دي بتحول الألف من السالب للموجب، يعني أي حاجة تحت الجذر التربيعي لو هي متربعة وهي سالب هتتحول لموجب، ولو هي موجب هتفضل إيه؟ موجب. نمرة خمسة، إن الجذر التربيعي للكسر ألف على باء، هوزع الجذر على البسط وعلى المقام فهيبقى جذر ألف على جذر باء. الملحوظة الستة إن لو عندي سالب تحت الجذر التربيعي ليس له معنى. ليه؟ لأن مفيش عدد في نفسه يديني سالب 16. حتى لو قلت سالب 4 فسالب 4 في سالب 4 بموجب 16، فمفيش سالب تحت الجذر التربيعي. الملحوظة السابعة إن الجذر التربيعي الألف أس نون، معناها إن هي النون مقسومة على الاتنين، إنها جذر تربيعي يعني اتنين. فلو أنا عايزة قيمه الألف فأنا هقسم النون على الاتنين. يعني إحنا ما نيجي نتخلص من الجذر التربيعي بنجيب نص الأس، يعني الجذر التربيعي الألف أس 12، نص الاتناشر 6، فهتبقى ألف أس 6. ولو الجذر التربيعي ليه سين أس 6، نص الأس 6 3، فهتبقى سين أس 3. عايزين نشوف أمثلة عشان نفهم الدرس أكتر. أوجد قيمة ما يلي. نمرة واحد، الجذر التربيعي للخمسة وعشرين، كم في كم بخمسة وعشرين؟ خمسة في خمسة، يبقى الناتج خمسة. سالب جذر التربيعي لأربعة وستين، السالب برة، كم في كم بأربعة وستين؟ تمانية في تمانية، يبقى الناتج سالب تمانية. موجب أو سالب جذر تسعة، الموجب والسالب هتنزل زي ما هي، كم في كم بتسعة؟ تلاتة، يبقى الناتج موجب أو سالب تلاتة. جذر مية ناقص ستة وتلاتين، لازم أطرح الأول، مقولش هجيب جذر مية لوحدها وجذر ستة وتلاتين لوحدها وبعدين أطرح. الجمع والطرح خط أحمر، لازم أجيب الناتج الجمع والطرح الأول علشان أقدر أجيب الجذر التربيعي ليهم. طيب، مية ناقص ستة وتلاتين أربعة وستين، فهو كده عايز جذر أربعة وستين، كم في كم بأربعة وستين؟ تمانية في تمانية. نمرة خمسة، جذر تربيعي لستة وربع،
انا ما ينفعش اتعامل مع عدد وكسر. هرفع الكسر، برفع الكسر ازاي؟ بثبت المقام واضرب واجمع. هثبت المقام اللي هو الاربعة واضرب اربعة في ستة باربعة وعشرين وعليهم واحد يبقى 25، فهيبقى الناتج 25 على الاربعة تحت الجذر التربيعي. هوزع الجذر على البسط وعلى المقام، فهيبقى الجذر التربيعي للخمسة وعشرين 5، والجذر التربيعي للأربعة 2، يعني هتبقى 5 على 2، ولو حولتها 10 هتبقى 2.5. نمرة 6، الجذر التربيعي لتسعة زائد 16. طيب اتفقنا ان الجمع تحت الجذر التربيعي خط احمر، يعني هجيب ناتج جذر 9 زائد 16 على بعض. طب 9 زائد 16 بكام؟ ب 25. يبقى انا كده عايز اجيب الجذر التربيعي لل 25. طيب كم في كم ب 25؟ 5 في 5 ب 25، يبقى الناتج 5. طيب نمرة 7، جذر 16 زائد جذر 9. جذر 16 كم في كم ب 16؟ 4 في 4. وجذر 9 كم في كم ب 9؟ 3 في 3. طب هو انت يا مس ليه جبت دي الواحدة ودي الواحدة؟ لان هو اللي موزع لي الجذر لدي الواحدة ودي الواحدة، فاجيب ناتج جذر 16 لوحده 4 وناتج جذر 9 الواحدة 3. اجمع بقى الاربعة زائد تلاتة، اربعة زائد تلاتة كام؟ 7، فهيبقى الناتج 7. نمرة 8، جذر 1.44. طيب يعني ايه 1.44 من 100؟ يعني 144 على 100. ليه؟ عشان انا عندي العلامة بعد رقمين، فهو كده عايز الجذر التربيعي لل 144 عن 100. كم في كم 144؟ 12 في 12. وكام في كام ب 100؟ 10 في 10، فهيبقى 12 على 10. وطالما عندي ان المقام فيه 10 فهيظهر علامه عشريه بعد رقم 1، فهيبقى الناتج 1.2. نمرة 9، جذر 10 تربيع ناقص 8 تربيع. ال 10 تربيع يعني 100، وال 8 تربيع يعني 64. كده هو عايزني اطرح ال 100 ناقص ال 64 تحت الجذر. 100 ناقص 64 36. هو كده عايز الجذر التربيعي لل 100 ناقص ال 64 الجذر التربيعي لل 36. كام في كام ب 36؟ 6 في 6، فهيبقى الناتج 6. نشوف نمرة 10، الجذر التربيعي لسالب 3 تربيع. احنا اتفقنا ان السالب اللي تحت الجذر هتتحول لموجب لان الأس زوجي، فهتبقى موجب 3. طيب والجذر التربيعي هيطير مع التربيع فهيتفضل 3. يبقى انا حولت التلاتة لموجب لسببين، السبب الأولاني إن أسها تربيع، والسبب التاني إن لما يكون الأس تربيع هو بيتحول لموجب بالقيمة المطلقة للعدد، والتربيع طار مع الجذر فتفضل العدد اللي هو تلاتة، فهيبقى الناتج تلاتة. طيب نمرة 11، الجذر التربيعي لسالب 49 على 81 لكل تربيع. احنا اتفقنا ان الاس زوجي هيحول السالب لموجب، وكده كده الجذر التربيعي بيحول السالب لما يكون الاس زوجي القيمة مطلقة فبيحوله لموجب، فكده كده الناتج هيبقى بالموجب. التربيع هيروح مع الجذر وهيتفضل 49 على 81، يعني الناتج 49 على 81. نمرة 12، الجذر التربيعي ل25 س تربيع ص أس 6. واحدة واحدة، الجذر التربيعي لل25 كام؟ 5. الجذر التربيعي لس تربيع نص الأس كام؟ نص الاتنين 1، هتبقى س أس 1. طيب نص الستة كام؟ 3، فهتبقى ص أس 3، يعني الناتج 5 س أس 1 ص أس 3. نمرة 13، 25 سين أس 8 صاد أس 4 على 36. واحدة واحدة، جذر 25 كام؟ 5.
س أس 8 نصها كام؟ 4، تبقى س أس 4. ص أس 4 نصها كام؟ 2، يبقى ص أس 2. الجذر التربيعي لل 36 كام؟ 6، فهيبقى الناتج 5 س أس 4 ص أس 2 على ال 6. ص أس 2 مش ص أس 4، ص أس 2. طيب نمرة 14، 2304 كم في كم ب 2304؟ 48. طيب نشوف أمثلة تانية عشان نفهم أكتر. أوجد قيمة 2 على 3 الكل تربيع في جذر 81 على 16 في 5 على 3 أس 0. طيب هربع 2 على 3 الكل تربيع، يعني 2 تربيع على 3 تربيع، 2 تربيع ب4 و3 تربيع ب9، في جذر 81 كم في كم ب81؟ 9. جذر تربيع لل16 كم في كم ب16؟ 4. في اي حاجة أس 0 ب1. الاربعة فوق هتطير مع الاربعة تحت، والتسعة فوق هتطير مع التسعة تحت، فهيتبقى الواحد الصحيح، فهيبقى الناتج 1. اللي بعد كده سالب 3 على 7 أس 0 في سالب 2 على 5 تربيع في الجذر التربيع ل 6 وربع. واحدة واحدة، أي حاجة أس 0 ب1، يبقى الأولانية تيجي إيه؟ 1. طيب التانية سالب 2 لما تتربع هتبقى موجب، 2 في 2 ب 4، والخمسة ما تتربع 5 في 5 ب 25. في الجذر التربيعي هنرفع الكسر، بنرفع الكسر بنثبت المقام ونضرب ونجمع، هنثبت المقام اللي هو الأربعة ونضرب 4 في 6 ب 24، 1 25، فهو كده عايز جذر 25 على الأربعة. طيب يساوي 1 في 4 على 25 تنزل زي ما هي، في جذر 25 5، جذر الأربعة 2. طبعا لو أنا بعرف أختصر هختصر، لو مش بعرف هضرب بسط ببسط ومقام في مقام وبعدين أختصر على الآلة. لو ضربت 4 في 5 على الآلة ب 20 و 25 في 2 ب 50. طيب 20 على ال 50 الصفر هتروح مع الصفر، فهيتبقى 2 على ال 5. اللي بعد كده 1 وربع زائد جذر 9 على 16 ناقص ربع أس 0. واحدة واحدة، الواحد وربع ده هرفع الكسر، هثبت المقام واضرب واجمع، 4 في 1 ب 4 زائد 1 5، فهيبقى 1 وربع ب 5 أرباع. جذر 9 على 16 كم في كم ب 9؟ 3. كم في كم ب 16؟ 4، فهتبقى 3 أرباع، ناقص الربع أس 0، أي حاجة أس 0 ب 1. هبدأ أثبت المقام اللي عندي اللي هو الأربعة وأجمع البسط، فهيبقى 5 زائد 3 8، 8 على المقام الثابت اللي هو الأربعة، وأنزل ناقص 1 زي ما هي. طب 8 على الأربعة فيها كام؟ فيها الاتنين، يبقى أنا كده عايز أطرح 2 ناقص الواحد تنزل زي ما هي، 2 ناقص 1 هيديني 1. نشوف اللي بعد كده، الجذر التربيعي للجذر التربيعي 81. طيب هنجيب الجذر التربيعي الأول للواحد وتمانين، كم في كم بواحد وتمانين؟ 9 في 9، يبقى أنا هجيب الجذر اللي فوق الواحد وتمانين على طول الأول اللي هو 9، وهسيب الجذر اللي بره، فهيبقى جذر 9. طب كم في كم بتسعة؟ 3 في 3، فهيبقى الناتج 3. تاني الحتة دي، أنا عندي جذرين، هعمل إيه؟ هجيب الجذر اللي تحت الأول اللي هو فوق العدد على طول، وبعدين هفك الجذر اللي بره. الجذر فوق العدد اللي هو الواحد وتمانين كم في كام بواحد وتمانين؟ 9، وهسيب الجذر اللي بره زي ما هو، فهيبقى جذر 9. طيب كم في كام بتسعة؟ 3، فهيبقى جذر 9 3، فهيبقى الناتج النهائي 3. بكده سنة أولى إعدادي نكون خلصنا درس النهاردة، أشوفكم الدرس الجاي إن شاء الله.